في ليلة رمضان الله يدخلنا الشهر بالصحة والسلامة والعافية وطول عمر لجميع الأمة الإسلامية. فكنعرفوا أن هذا الشهر الغفران شهر اللي بصراحة مساجد كيكونوا عامرين، صلاة التراويح تبارك الله يكونوا واحد عدد كبير 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 من المغاربة اللي كيصليوها في مختلف مساجد المملكة. حنا كنتواجدوا مشاهدينا الكرام بالضبط من منطقة سباتة وبالضبط من أمام مسجد الساقية الحمراء، مسجد اللي تبارك الله كبير وكيعتبر من بين أكبر المساجد هنا بالمنطقة، مسجد اللي كي تبارك الله أعداد كبيرة من المغاربة كيجيو يصليو فيها صلوات الخمس وكذلك صلاة التراويح، بحكم أنها كانت فيه وكانت فترة أولى كانت فيه واحد ساحة كبيرة، الساحة اللي كتعمر بالناس، الساحة اللي كتعمر بالمصلين كيجيو يصليو هنا صلاة العشاء ومراها كيصليو التراويح. للأسف كنعرفو حنا يوم قبل من رمضان الناس كيصليو التراويح، الناس كيجيو يتخشعو وكيجيو يأديو الفرائض ديالهم. للأسف وللأسف الشديد ساكنة منطقة سباتة وساكنة شارع الساقية الحمراء ما صلاوش صلاة التراويح اليوم في هذا المسجد هذا، صلاو في داخل المسجد ولكن ما صلاوش في الساحة. للأسف الشديد حنا كنتواجدوا أمام المسجد الساقية الحمراء مشاهدينا الكرام ونحاول نقربكم من الأشغال. فتجي على ذوق عيشة العام اللي فات راه غتشوف تبارك الله واحد العدد كبير داخل هذه الساحة، هذه الناس كيصليو، عدد كبير من المصلين كيصليو صلاة التراويح بحكم أن هذه الساحة هذه فيها واحد كتهز واحد العدد كبير، الناس كيجيو يصليو، المسجد نقدروا نقولوا أنه كيقرب الساكنة، كيقرب الساكنة اللي من هنا كيجيو يصليو هنايا. أنت ملي غتسد مثلا هذه الساحة هذه بحكم الأشغال والمسجد غيعمر، الساكنة فين غتمشي تصلي صلاة التراويح ديالها؟ يعني تضطر انها تمشي لواحد الباص اللي بعيده، وهادشي ماشي في صالح الصراحه ديال الساكنه. راجل كبير مثلا غيبغي يجي غيلقى الجامع داخل عمر، غيبغي يصلي في الساحه غيلقى الساحه فيها الاشغال. المشكل العويط هنا مشاهدينا الكرام ماشي هو في الاشغال، لا هو ما كاينش لوحات كتقول ان هاد الاشغال امتى غتبدا وهاد الاشغال امتى غتسالي. يعني هاد الاشغال بدات قبل رمضان تقريبا بشي شهر. المغاربة والساكنة كانوا كيقولوا ماشي مشكل تقدر ان الاشغال تسالي قبل من رمضان، ولكن للاسف الشديد الاشغال مازال ما سالاش. رمضان ما نقولوش على الابواب، ولكن غدا ان شاء الله اول ايام الشهر الكريم. سؤال مطروح، واش الناس ما غاديش يصليو صلاة التراويح في مسجد الساقية الحمراء، مسجد اللي غيعمر من الداخل، الناس فين غادي يصلى؟ هذا هو السؤال ديال هذا المباشر مشاهدينا الكرام، السؤال اللي كنتمنى انه تم الاجابه عليه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مشاهدينا الكرام احنا معكم من امام مسجد الساقيه الحمراء.